Ok. Attends, Tom. On calme là. Allez, on est calme. أتيتم جميعا لتثبتوا أن الاتحاد الوطني الحر أصبح بفضل مجهودكم وصدقكم أحد أهم الأحزاب السياسية على الساحة التونسية، وبإذن الله سنؤكد هذا الموقع المتقدم في المجلس التأسيسي. لن نسمع لأحد أن يزايد علينا في محبة تونس والحفاظ على مصالحها، ونعيدكم ووعد الحر دين. 214 مرشح هم من خيرة التونسيين، لنا ولهم الشرف بأن يترشحوا باسم الاتحاد الوطني الحر. نساء ورجال من كل الأعمار والطبقات والمهن والجهات اجتمعوا على حب تونس. من هم هؤلاء؟ هم تونسيون في الصميم يحملون هم مناطقهم وأحيائهم وقراهم. هم وجوه جديدة لم تتلوث بالفساد ولا تلهث وراء السلطة. 214 مرشح أعمارهم لا تتجاوز 34 سنة، معدل أعمارهم لا تتجاوز 34 سنة. هذا دليل بأن الاتحاد الوطني الحر هو حزب الشباب، يؤمن بطاقاتهم ويسعى إلى الدفاع عن قضاياهم. على قائماتنا نساء تمثلن نموذج المرأة العاملة والمرأة العالمة، تلك المرأة التونسية التي تحررت من قيود الأمس وأصبحت عضواً فاعلاً في الاقتصاد الوطني دون أن تنسى مسؤوليتها تجاه عائلتها. أيها الأخوات والأخوة، اليوم تنطلق حملتنا الانتخابية، وكلنا ثقة أننا سنطبع الحياة السياسية بأسلوب الحداثة، وهذا كله وبإذن الله سيقودنا إلى النصر. مع الاتحاد الوطني الحر لتونس موعد مع الازدهار والنمو. مع الاتحاد الوطني الحر سنواجه الطبقية والاجتماعية والجهوية. مع الاتحاد الوطني الحر نكرس المساواة مع الحقوق بين الرجل والمرأة، نعزز دور الدولة في بناء البنى التحتية ووصل تونس ببعضها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وفي الختام أشكركم فرداً فرداً على مجيئكم بالآلاف من مناطق بعيدة وقريبة. لدينا 3 أسابيع من السهر والعمل لكي نحمل رسالة الاتحاد الوطني الحر إلى كل بيت تونسي، إلى كل عائلة، إلى كل شخص في المناطق والجهات. وأنا مثلكم لن يهدأ لي بال قبل أن نضمن النصر في 23 أكتوبر. ستجدونني بينكم على أرض الميدان أدافع معكم عن الاتحاد الوطني الحر، محبة لتونس وصونا لها.
يا أبناء تونس، يا أبناء تونس، باسم دماء الشباب التي سالت على درب الحرية، باسم أحلام الفقراء التي صادرتها عودة الاستبداد والديكتاتورية، باسم التطلع الديمقراطي الذي يتنامى كل يوم في نفوسنا، باسم هذا الوطن وباسم هذا الشعب الذي صنع أروع ملحمة ثورية في 14 جان في 2011، وباسم القيم الخالدة التي أنجبتها حضارتنا العريقة، أدعوكم ثم أدعوكم إلى التصويت لمرشحي الاتحاد الوطني الحر، الحزب الذي يحمل آمالكم، آمال المستقبل. وأريد أن أقول لكم، لم أكن يوماً بهذه الثقة، لم أشعر يوماً بهذه الحرية. ستحققون النصر، ستحققون النصر، وهذا وعدي لكم، وهذا وعدكم لتونس، ووعد الحر دين. عشتم وعاشت تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا للسيد سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر. توا باش يتم تسليم بطاقات الانخراط لرؤساء قائمات المترشحين على الاتحاد الوطني الحر لانتخابات المجلس التأسيسي ان شاء الله نهار 23 اكتوبر 2011. دونك نطلب منهم يتفضلوا بحضنا رؤساء قائمات ولايه تطاوين، نابل، منوبه، جندوبه، المهديه وزهوان. في انتظار البقيه بالطبيعه. نعاود رؤساء قائمات ولايات تطاوين، نابل، منوبه، جندوبه، المهديه وزهوان.